بمعنويات مرتفعة وطموحات عالية يدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مباراة مهمة أمام بيراميدز في الجولة العاشرة من منافسات الدوري لتأمين الصدارة قبل تحليق النصر الأحمر في سماء مونديال الأندية. صاحب المركز الأول برصيد 20 نقطة يأمل بالطبع في الحفاظ على تقدمه أمام بيراميدز صاحب المركز الخامس برصيد 3. الفوز الغالي والثمين الذي حققه المارد الأحمر على المقاولون العرب بعد ريمونتادا كبيرة حول التقدم الذئابي بهدفين دون رد في شوط المباراة الأول إلى انتصار كبير بـ3 أهداف حمل التوقيع طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشا جعل الأهلي يعود إلى مكانه المفضل في صدارة الدوري. لمسة عد خطيرة بس خطورة الكعب والتصويب والهدف دول. كتيبة المدرب بيتسو موسيماني تسعى إلى الخروج بنقاط المباراة الثلاث أمام منافس يملك عناصر جيدة لقطع خطوة جديدة على طريق الحفاظ على صدارة جدول المسابقة ومن ثم تأمين بطولة الدوري للمرة السادسة على التوالي، وهو الأمر الذي تطلب عقد أكثر من جلسة بين موسيماني ونجوم الفريق من أجل التحفيز للمرحلة المقبلة التي لا تتطلب ضياع أي نقطة. وفي نفس السياق يسابق بطل إفريقيا الزمن من أجل التحضير النهائي لخوض غمار المحفل الدولي الكبير كأس العالم للأندية والتي يبدأها بطل مصر وإفريقيا بلقاء الدحيل القطري قبل المواجهة العالمية أمام بايرن ميونخ بطل أوروبا والمصنف الأول على العالم. ويسعى بالطبع نجوم القلعة الحمراء لترك انطباع جيد ورائع عن سيرة واسم نادي القرن الإفريقي. يا أهلا بكل حضراتكم من جديد. الحقيقة مباراة النهاردة مباراة مهمة جدا مرتقبة كتير جدا من الأهلوية وكمان من مشجعي بيراميدز. الحقيقة مستنين على أحر من الجمر وتوقعات عالية جدا بأن احنا إن شاء الله هنشهد يعني أداء قوي من الفرقتين. طبعا بيراميدز فريق مش سهل وشأنه في ذلك شأن كل الفرق الأخرى اللي بتلعب الأهلي، وساعة لما بيلعبوا الأهلي الحقيقة بنلاقي ان هم يعني بيقدموا اقوى ما عندهم واقصى ما في طاقتهم. مباراه مهمه هنتكلم مع حضراتكم عن كل تفاصيلها طبعا مع ضيفنا العزيز الاستاذ كريم سعيد وهو الناقد الرياضي اللي دايما بيمتعنا بتحليلاته ورؤيته الثاقبه. مساء الفل عليك. صباح الخير كريم. صباح الخير يا مهندس. صباح الخير لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. صباح الفل وان شاء الله يبقى كمان صباح النصر ونفوز النهارده ونبدا الله. من الجزئيه دي وماتش الاهلي وبيراميدز النهارده باذن الله زي ما كريم قال ماتش قوي، ماتش ناس كتير جدا مستنياه، ماتش ناس اوريدي عامله له توقعات من دلوقتي. ولكن انا قبل ما نخش في التفصيله دي انا عايز اروح معاك لنقطه الحساسيه اللي ممكن تكون موجوده على الارض قبل اي حاجه يعني تكنيكيه بقى. طبعا ده موضوع مهم جدا وشاغل بال السوشيال ميديا في الايام الاخيره خصوصا من طبعا السنه دي في لعيبه يعني سابوا النادي الاهلي وراحوا بيراميدز. بس انا هختلف مع كريم في حته ان هو النهارده بيراميدز لو كسب اللي هيفرحوا اللعيبه والجهاز الفني والاداره، ولو خسروا اللي هيزعلوا اللعيبه والجهاز الفني والاداره، لان طبيعي النادي ما عندوش جماهير يعني فالمجموعه دي مقفوله على نفسها بس في حته ايه الفرح او الحزن. صحيح. طيب نروح للحته بتاعه الحساسيه. طبيعه النادي الاهلي يا نهاوند لما لعيب بيسيبه بيروح نادي اخر بيبقى في المعظم نهايه مشوار، نهايه مشوار اللعيب في نهايه حياته. يعني النادي الاهلي قلما ما شفنا لاعب بيسيب النادي الاهلي فترته. رمضان صبحي كسر القاعده دي. رمضان صبحي لما جه خد القرار قرار ما اعتقدش ان له سابقه في التاريخ. صحيح. ولبسات تنفيذه كمان ما هو تنفيذ ما هو بصراحه برضه خلينا نتكلم بصراحه رمضان سنه صغير والمبلغ اللي اتعرض عليه يعني صعب 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 ان هو يشوف هذا العرض. يعني مثلا انا باجي اقول له انت انا هديك مثلا 10 قروش في السنه، واحد جه قال له هديك 40 قرش. بس ال 40 قرش دول ممكن ما ياخدهمش تاني في حياته او مشواره الكروي. لا هو ممكن ياخد ال 10 قروش يعني... ممكن ياخد ال 10 قروش ويلاقي نفسه عشان طبعا الهاله بتاعت النادي الاهلي واسم النادي الاهلي هيجي له 10 قروش من الاعلانات مثلا، يعني هيجي له 10 قروش من برامج اعلاميه. النهارده احنا عارفين برضو الميديا في الحته دي طبعا كان لسه قدامه على الاقل 10 سنين يعني على كل حال. لكن اللي بياخد الخطوه دي طبعا مفيش طبعا هو حر بس واضحين احنا في عصر احتراف وياما النادي الاهلي عمل نفس الامر مع لعيبه من انديه اخرى، ده امر يعني متاح للجميع. ولكن كل واحد في الاخر يا كريم بيبقى واخد
نتيجه قراره. هو يعني رمضان انت اخذت قرار براحتك، هو نتيجته كانت ظهرت بعد ما اتخذ القرار بيوم من ثاني يوم يعني. واحنا المفروض في عصر احترافي، حتى الكلام من صيغه ان الضغوط العصبيه والسوشيال ميديا الاهلاويه مأثره على اداء رمضان صبحي في الملعب، ده كلام غير محترف، كلام غير منطقي. انا هدي مثال بسيط. من حوالي 20 سنه كان في نجم كبير برتغالي كلنا بنحبه اسمه لويس فيجو، ده كان ايكون في برشلونه، ايكون يعني ايقونه كبيره ولاعيب كبير في برشلونه. جه خد قرار ان انا هروح ريال مدريد. ريال مدريد بيلعب برشلونه في الكامب نو، تخيل اول مباراه للويس فيجو بيلعب برشلونه في الكامب نو وما قالوش مع ريال مدريد 4-5 ماتشات. كل ما يمكنك تخيله حصل معاه في الملعب، كل ما يمكنك تخيله، والراجل لاعب وبتاع، عمرنا ما سمعنا ان في لعيب بيتاثر عصبيا وبتاع. ليه احنا بنتكلم؟ المفروض ان لاعب محترف بتادي، واي مشكله عندك دي حاجه بتاعتك انت بقى. يعني انت النهارده مش عارف تضبط انفعالاتك، مش عارف انك تساير الوضع الجديد معاك، من برضو نادي بيراميدز واضح جدا في مباراه سموحه شفنا تشابك وشفنا مشاده قويه ما بين لعيبه كبيره مش لعيبه حتى صغيره، شفنا عبد الله سعيد وعلي جبر في مشدف، واضح ان الامور الانضباطيه في الفريق بشكل عام مش رمضان صبحي بس مش متزن. وبالتالي ارجع للسؤال بتاع حضرتك، الحساسيه طبعا للنادي بيراميدز من منذ انشائه لحد ما الناس حاسه ان هو موجه للنادي الاهلي شويه، في في ايه، في ترصد ان انا عايز اكسب الاهلي، مش مهم اكسب بطوله، انا عايز اكسب الاهلي، عايز اخد الثري بوينتس بتوع الاهلي عن اي حاجه تانية. فده واصل لنا كلنا، عشان كده نقدر نقول بشكل مجازي رجوعا للنقطه اللي كنا بنتكلم فيها، فكره ما عجبك والطريقه اللي قلت بيها جمله ان هم اللي هيفرحوا في حاله الفوز هو اللعيبه والجهاز الفني والاداره طبعا. قد ممكن نعتبر بشكل مجازي ان جماهيرهم هي جماهير الفرق المنافسه للنادي الاهلي، دي حاجه ثانيه، اللي بيفرحوا دايما لانتصار بيراميدز لما يكون بيلعب النادي الاهلي. بس انا في وجهه نظري مثلا بدي مثلا، لو مثلا نادي الزمالك، جمهور نادي الزمالك النهارده ما اعتقدش ان هو يحب برضه بيراميدز يكسب، ممكن يكون عايز الفرقتين يتعادلوا، لكن لو بيراميدز كسب ما هو ممكن برضه بيقرب مني وانا مش عايز. اللعيبه عندها خبره، لو دخلوا في المنافسه ممكن يبداوا مثلا، اذا افترضنا يعني لو ماشيين على اخر السنين اللي فاتت، يعني لحد ما الاهلي بيجي بيضمن الصداره شويه، فده ممكن يعمل هزه للمركز الثاني. فاعتقد يعني لو انا مكان جمهور الزمالك اتمنى التعادل، ما اتمناش ان حد من الاثنين يكسب يعني. طيب انا عايزه اروح لنقطه انت ذكرتها وفكره هنا الماتش ما بين بيراميدز وسموحه، معلش مش هقدر اعديها كده، لان طبعا كان رئيس نادي سموحه كان ليه تصريح انا قريته طبعا، كان بيتكلم عن يعني عدم العداله التحكيميه طبعا، هو تحدث عن النقطه دي تحديدا طبعا، وربما هو عول عليها في فكره المباراه يعني وفكره هو طبعا اللي حصل شفناها في ماتش سموحه وبيراميدز هي واقعه غريبه، لان بصراحه لو بصي حتى لو كره فيها شك احنا بننتظر ان الفار يتدخل، يعني لو في شك دخل ايه المشكله يعني في الاخر، خلينا ندفع الدفاع تاني. هو احنا قلتها معاكم قبل كده وهكررها تاني، الكرات التحكيميه ليها شقين، الشق الاول ليس فيه الجدال وهو الشق الذي بيكون معتمد، يعني في نص خلاص مفيش جدال، من دي هتتجادلي معايا هقول لك اتفضلي ادي نص اللائحه خلاص الموضوع انتهى، مفيش مساحه للجدال. لكن لعبه ركله الجزاء زي مثلا ركله الجزاء امام عاشور الاخيره اللي في ماتش اسوان، انا وحكم الفار والحكم المباراه شفناها مش ركله جزاء، وهي في وجهه نظري مش ركله جزاء مثلا يعني، وجهه نظر، اصيب وقد اخطئ عادي انا بني ادم يعني، والحكم قد يصيب قد يخطئ وحكم الفار قد يصيب قد يخطئ. مصر كلها شفتها ركله جزاء، نيجي برضو لركله جزاء نادي انبي كريم فؤاد، كريم فؤاد له ركله جزاء مليون في الميه، ومن وجهه نظري الناس قالوا يا جماعه لا مش ركله جزاء، هنا مفيش مشكله، انت قول وجهه نظرك وانا اقول وجهه نظري. ايوه بس هو بالنسبه للفار، انا اسف المقاطعه كريم، بس الشيء بالشيء يذكر يعني، يعني وارد ان انا وانت نشوف حاجه ما تبقاش على حقيقتها، وارد ان حكم المباراه هي في الاول في الاخر امور تقديريه بحته وبتحصل في كسر من الثاني، لكن المفروض ان الفار يفصل. طبعا المفروض ان الفار ما يبقاش فيه مساحه حتى. بس هديك مثلا، احنا عندنا كورتين كوبي وبيست كوبي وبيست من بعض، نفس الحكم المحلل، مش الحكم في المباراه، الحكم المحلل كابتن احمد الشناوي، بقول اهو الاسم بكل وضوح، قال رايين مختلفين. ايه هم الواقعتين اللي انا بتكلم عليهم؟ كوره نادي الزمالك وحرس الحدود الموسم اللي فات محمود الونش
مباراه كانت مهمه جدا لنادي حرس الحدود عشان يستمر في الدوري. جامب حد هيشوف ويديك ركله جزاء. ما بتكلمش بقى على وجهه نظري انا، بقول لك على الايه الشرح التحليلي اللي اتقال للعب. هي نفس الكوره بتاعت ايمن اشرف في مباراه البنك الاهلي، بس مع اختلاف الوضعين، ان ايمن اشرف هنا كان مهاجم، محمود الونش هنا كان مدافع. الكابتن احمد الشناوي قال في محمود الونش الكوره ما فيهاش ركله جزاء، كوره طبيعيه جدا، او معظم الحكام قالوا كده. وفي كوره ايمن اشرف البعض، الكابتن احمد الشناوي قال لا الجامب ده كان في فاول، وبدا يشرحها بشكل الى حد ما فيزيائي. ف الله. دي وجهات نظر. بص يا كريم، هي وجهات نظر، انا بحترم جدا وجهه النظر، طالما ما فيش نص، طالما ما عنديش نص ارجع له نص واضح. يعني النص الواضح تاني نطبقه في مين؟ في كره محمد عبد الغني في ماتش الزمالك والمصر. لما شفنا الكره الواحده الاولى كلنا قلنا ركله جزاء. ليه؟ محمد عبد الغني وقع على الارض ومنع الكره جت في ايده، جت في ايده. لكن لما ترجع للنص، النص نص كره القدم واضح، الكرة خبطت في جسم اللاعب وارتدت لايده ما فيهاش تعمد، يبقى الكرة مش ركله جزاء، يعني ما فيش اي ركله جزاء على نادي الزمالك. دي ما لهاش دعوه ان احنا بنقول مثلا الكلام ده في قناه النادي الاهلي، لا ده النص. احنا ناس عقلانيين وبنتكلم بالمنطق، في مساحه جدل نتجادل. كريم ليه وجهه نظر النهارده، انا ليه وجهه نظر مختلفه، نهوان دي وجهه نظر ثالثه. الحالات التحكيميه تسمح، وبقول لك اهو الكابتن احمد الشناوي واحد من ابرز يعني محللي التحكيم حاليا، هتلاقي له وجهه نظر من موسم في نفس الكوره مختلف عن كوره حاليه. فبالتالي اهم حاجه ان احنا ما نتخانقش ونحترم وجهات نظر بعض، يعني ونتدارك الظلم لو حصل انه بيضيع بطولات. وهذا يعني بس انا برضه عقبت على الكلام بتاع المهندس فرج عامر، طبعا الكوره بتاعه سموحه كانت ينطبق عليها اللي بيقوله كريم، لان احنا النهارده بنتكلم كوره تعدد بكامل محيطها خط المرمى. فنفترض لنفترض ما شافهاش، لازم الفار هنا كان يقول له ايه يا حاج روح تعالى بص. طبعا تعالى شوف، احنا طبعا ما عندناش جون لاين سيستم، يعني ما عندناش تقنيه خط المرمى في مصر اللي هو اللي هي بتديك بتدي الحكم فايبريشن على الساعه، فتقول له خلاص يعني دي موجوده بره. ساعات في بيحصل فيها خطا، بس الامانه موجوده وبتحل المشاكل دي. ليه؟ وانس ان الكره فيها شريحه، لو عدت الخط على طول يعمل فايبريشن في الساعه بتاعه الحكم، خلاص الموضوع ما فيهوش جدل، الكره تعدي. فطبعا انا مع المهندس فرج عامر، حقه ان فرقته كانت ممكن تكسب 2-1 وياخد نقطتين، وهو طبعا كان في امس الحاجه للنقطتين دول. نتيجه التفاصيل اللي احنا بنتكلم فيها دي، نعم. هل شايف ان المنافسه على الدوري السنه دي هتكون مختلفه عن المنافسات السابقه بالنسبه للنادي الاهلي؟ وبرضو استكمالا لنفس السؤال، نعم. يعني هل شايف وان كانت يمكن تبقى لسه الامور مبكره يعني شويه على السؤال ده، بس برضو الشيء بالشيء يوصف، طب هل معتقد ان في فريق بعينه هيكون هو الحصان الاسود لدوري هذا الموسم؟ شوف، لغايه مباراه الاتحاد السكندري النادي الاهلي كان ماشي بريتم وبسرعه عاليه جدا جدا جدا، ومحسسك ان صعب جدا ان النادي الاهلي حد يخش ينافس معاه. الفريق ماشي بسلسله انتصارات متتاليه، وماشي بلاين اب او تشكيل ثابت، والدنيا وسرعه اللعب، سرعه اداء النادي الاهلي لغايه ماتش الاتحاد كان واصل لدرجه عاليه جدا. بعد المباراه دي النادي الاهلي لعب سوني دب في الدور التمهيدي للدوري الابطال، طبعا ماتش الذهاب وماتش العوده خارج التقييم. احنا بنتكلم على فريق طبعا يعني اوت اوف كومبيتيشن، ما تقدرش تحطه في منافسه مع النادي الاهلي. بعد ما رجعنا بدا يحصل في بعض التغييرات الفنيه والتكتيكيه في النادي الاهلي، شفناها بدايه من مباراه البنك الاهلي لما موسيماني بدا يلعب بالفولس ناين او المهاجم الوهمي، عملها مع وليد سليمان. وبعديها شفنا المباراه بتاعه نادي المقاولين، شفنا يعني 45 دقيقة متباينة ومتغايرة ما بين الأولى وما بين الثانية. شكل نادي الأهلي طبعا في الشوط الأول كان أسوأ ما يمكن، شكل سيء جدا على كل النواحي. الشوط الثاني شفنا النادي الأهلي بيعمل رومونتادا، ربما الناس تظن إن الهدف التالي، يعني اللي يشوف نتيجة المباراة يقول لك الجون الثالث ده أكيد جه في الدقيقة 90 أو جه في الدقيقة 95. الجون الثالث للنادي الأهلي في مرمى مولين عرب جه في الدقيقة 80، يعني النادي الاهلي عمل ريمونتادا في 20 دقيقه، خصوصا من ساعه نزول محمد شريف في الدقيقه 54. هو اصلا من ساعه ما نزل والماتش اتحول الى حد كبير، خلي الحق يقال يعني. فعشان اجاوبك على سؤالك هقول لك النادي الاهلي بعض التغييرات دي دخلت نادي الزمالك في المنافسه. ليه؟ انه بدا يلاحظ النادي الاهلي مش ماشي بنفس الريتم بتاع فايلر السنه اللي فاتت. النادي الاهلي خد سترايك 17 مباراه متتاليه، فطبعا احبطت المنافس وخليتك خلاص يعني
هنافس مين؟ دول بيكسبوا 17 ماتش متتالي، فانا مش هبدا اركز. ولكن نادي الزمالك اعتقد ان باتشيكو نجح انه يتجاوز محنه نهائي دوري الابطال. نهائي دوري الابطال كان زلزال، زلزال خبط في نادي الزمالك، هزيمه قاسيه جدا، وفي الدقيقه 86 جون قلما ممكن تشوفه بالظبط 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 زي جون ابو تريكا في الصفاقسي. يعني لك ان تتخيل، انا كنت حاضر ماتش الاهلي والصفاقسي في رادس في الاستاد. الله، لك ان تتخيل لحظه، والله يا كريم لحظه، 80 الف متفرج بيسكتوا في ثانيه، ثانيه صدمه. فالصدمه اعتقد باتشيكو قدر يتجاوزها، كمان مع في وجهه نظري التمرد اللي عمله فرجاني ساسي ما بيلعبش، وبتتكلم كمان مصطفى محمد خلاص يعني قاب قوسين او ادنى من الاحتراف. حتى بتخسر المهاجم الاساسي بتاعك وبتخسر خط وسط. اعتقد باتشيكو قدر يحل ده، بس هو عنده مشكله، مفيش فريق بينافس على دوري يفضل يلعب المنافسين كلهم بالكروسات، هتتحفظ. شفنا نادي اسوان قدر ان هو بشويه زون ديفنس وبشويه دفاع قدر ياخد نقطه، وكانت نقطه مستحقه طبعا. طيب احنا هنطلع فاصل ولسه عندنا انا وكريم ملفات كتير، وبعثه الفريق للمونديال وغيره وغيره والدحيل، وامبارح الماتش يمكن ناس كتيره جدا كمان مصريين واهلاويه اتفرجوا عليه وابتدوا يشوفوا بقى على ارض الواقع اللعيبه دي بتلعب ازاي، الفريق ده بيلعب ازاي. كل ده بس بعد الفاصل. اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه، لسه مع ضيفنا العزيز الناقد الرياضي الاستاذ كريم سعيد، وكلام مطول ومسترسل حول مباراه طبعا النهارده ان شاء الله المباراه المرتقبه بين الاهلي وبين بيراميدز. وعندنا الحقيقه زي ما كانت نواد بتقول لك من شويه، مش عارف بقى نلحق نعمل كل الكلام ده كله ولا مش عارف. عايزين نتكلم معاك على تفاصيل ثانيه بعثه المونديال طبعا، مثلا تعالى نبتدي من الملفات المهمه. وخلاص يعني يبقى الفريق والبعثه كلها هتستعد بعد المباراه النهارده، علشان السفر هيكون اعتقد خلال يومين. فيعني طبعا واحده من اهم النقط اعتقد دايما الكابتن محمود الخطيب بيبقى يعني مهتم بيها جدا، رئاسته للبعثه. يعني الكابتن محمود الخطيب لما بيرقص بعثه خارجيه للنادي الاهلي بيبقى قرار مهم جدا في وجهه نظري. ليه؟ بنتكلم كابتن محمود الخطيب بخلاف طبعا الشكل الاداري الرائع اللي احنا شايفينه في النادي الاهلي في اخر سنتين، واخيرا طبعا امبارح النادي الاهلي خد شهاده الايزو 9001، في واحده بتبين لنا قد ايه الهيكل الاداري والمنظومه الاداريه في النادي الاهلي تم تغييرها طبعا وبقت بشكل محترم جدا جدا. النادي الكابتن محمود الخطيب برضو ايكون للكوره في النادي الاهلي، وبالتالي لما النادي الاهلي يكون عنده بطوله او عنده ماتش خارجي مهم ويلاقي ان على راس البعثه الكابتن محمود الخطيب، فده بيدي اهتمام اكبر. بالظبط بالظبط كده، عشان نشبهها حاجه بسيطه، زي ما الشركه نبدا نقول النهارده السي او جاي، فالناس كلها بتبقى فوكس، الناس كلها بتبقى مركزه، الناس كلها بتبقى مهتمه بادق التفاصيل. فطبعا شيء جيد جدا، هو يعتبر في شيء من الارهاب للفرق المنافسه وكتير من الحافز لفرقتنا. بالظبط، هو شيء طبعا حافز كويس جدا للعيبه، كمان فكره ان اللعيبه يعني يبقوا دايما شايفين الكابتن محمود الخطيب فيه قبل حتى البطولات المهمه، ده بيدي حافز. ونقطه مهمه جدا لازم الجمهور يعرفها، ان طبعا الكوره احنا بنتكلم في تحليل وبنتكلم في ارقام واحصائيات وكل شيء، ولكن الرياضي دايما لازم يكون عنده حافز، لازم يكون عنده حافز، وحافز ايجابي يا كريم مش حافز سلبي. يعني لو ممكن بس خدت برضو الجمله دي ورجعت على الكلام بتاع النهارده، ربما انا اشوف ان لازم السوشيال ميديا يتعلموا ازاي النهارده ازود الحافز الايجابي ما ازودش الحافز السلبي. بمعنى ايه؟ النهارده الاهلي اوكي، النهارده بيراميدز في شريف اكرامي كان حارس سابق، احمد فتحي باك يمين سابق، وعبد الله السعيد، عبد الله خلاص موضوع انتهى. وحتى يعني عبد الله لعب مع بيراميدز كذا ماتش مع الاهلي واتغلب عادي، مش ازمه. رمضان صبحي برضه هي الصفقه، اعتقد هي انك بتاخد لاعب فريش مش لاعب اوت ديتد، ده لعيب لسه فريش. فمهم جدا ما تضغطش، لا اوعى تضغط لعيبتك عادي، ايه المشكله؟ هو ده هم خدوا قرار ويروحوا يلعبوا في الفريق بتاعه، انت ما تضغطش على فرقتك، ما تحطهمش في شحن زايد على اللزوم. ليه بقى؟ اللي احنا انا في وجهه نظري من 2012 واحنا بنلعب بدون جمهور، معظم اللعيبه النهارده عندها اكونتس، عندها حسابات على السوشيال ميديا، فده بيوصل. فانت ممكن هنا تشحن اللعيب بشكل زايد، بشكل زياده جدا، ينزل اول 10 دقائق الانفعالات مش مضبوطه، ودي شفناها كتير والنادي الاهلي عانى منها
كتير وهدي مثلا بسيط في الموسم الاول لنادي بيراميدز، وفي وجهه نظري افضل فيرجن افضل نسخه لبيراميدز كانت اول موسم، جايب كواليتي لعيبه مختلف تماما عن اللي احنا بنشوفهم في مصر. ماتش الدور الثاني اللي بيراميدز كسبه بجون كينو اللي عمل الار 2، الماتش ده النادي الاهلي ضيع لا يقل عن 8 فرص محققه قدام مرمى نادي بيراميدز. كان اعتقد ازارو وجيرالدو اعتقد كان ساعتها ضيعوا كم هائل من الفرص السهله. ده بسبب ايه؟ ده مش بسبب الفنيات تاكتكس، لا مش بس، لا ممكن بسبب الضغط الزايد على اللزوم. شفنا برضو نفس الامر ده في ماتش النادي الاهلي ونادي بيراميدز في كاس مصر بعديها، النادي الاهلي يعني مسيطر على المباراه تماما، وإيريك تلاوي راح بفرصه واحده جابها جون. ده بسبب ايه؟ برضو الشحن الزايد. ساعات الشحن الزايد عن اللزوم بيجي بنتيجة عكسية. صحيح ده ما شفناه يعني، ده ممكن يخلينا في الآخر ناخد انطباع، لأن ما كانش يقين كمان إن السوشيال ميديا بدل ما تكون أداة تهدئة في الأوقات اللي يلزمها تهدئة، ساعات بتتحول إلى معول هدم. هي السلاح ذو حدين. انا هي طبعا هي ملهاش قواعد. ليه؟ احنا دايما بنقول الجمهور ما تقدرش تحط له قواعد، بيكون ان ملهاش قواعد ده صعب. بس المهم انا هنا اكلم، مش هكلم الاكونتات الشخصيه، انا هكلم البيجات، هكلم الصفحات اللي عليها عدد كبير. البيجات بقى دلوقتي معنيه جدا بحيث ان هم يسخنوا الاجواء والمورالين. طالما انت النهارده وصلت لرقم كبير بقى عليك مسؤوليه. يعني مثلا زي مثلا احنا بنقول صفحه محبين النادي الاهلي عليها مثلا ما لا يقل عن 5 أو 6 مليون متابع، ده معناه ايه؟ لو قلنا مثلا خمسهم اكتف، يعني من 5 مليون دول في 5 يعني مليون، وده رقم كبير جدا. فهنا لازم هنا تحسب بقى اللي انت بتكتبه. ليه؟ لان هيوصل لناس كتير، واكيد لعيبه الفريق هيبقوا عاملين فولو للبيج سنس ان هم شايفين ان هي اكبر بيج فيها فولورز. فممكن خلي بالك ان احنا النهارده بنتكلم لعيبه مفيش جمهور في الملعب، هو بيستقي انطباعات الجماهير من السوشيال ميديا، من الصحافه انه قادر يدين السوشيال ميديا بحجم كبير يعني. لا مواقع يعني كلها مواقع انا من اواخر الناس اللي لسه بيشتروا الجرايد على فكره. والله العظيم لا والاجيال لو ما كنتش ماسك الورق كده والحبر يسود لك صوابعك تحس ان في حاجه ناقصه عشان انت اتعودت. بس عايزين نقول يعني دايما مفيش مشكله انك تدعم وتحفز، ولكن خلي بالك ان هي شعره بسيطه ما بين التحفيز الايجابي والتحفيز السلبي. طيب بالنسبه لبقى الدحيل والمباراه امس والمتابعه الكبيره جدا اللي كانت موجوده، الناس كلها بترتقب بقى ازاي او عايزين يشوفوا ويتوقعوا الماتش هيكون المباراه القادمه بين الاهلي والدحيل ازاي. فناس كتير قوي قوي تابعت مباراه الدحيل بالامس. خير نفهم منك اكتر برضو شفتها ازاي. نعم، شوفي الدحيل لعب اخر ماتشين اللي هيشوفهم، يعني الفرق كان اخر ماتش ليهم في الدوري مع قطر القطري وتعادلوا 1-1 كانوا متاخرين بهدف نظيف، وماتش امبارح كان مع الاهلي القطري في كاس الامير، وامبارح كسبوا 6-0 اداء مختلف تماما عن الاداء اللي قدموه قدام قطر. امبارح الدحيل شفنا فريق كومباكت جدا، فريق متقارب جدا المساحات والمسافات ما بينه، لعيبه سريعه جدا معاهم، طبعا لاعب جناح يعني نقدر نقول عليه كواليتي اوروبا وامريكا الجنوبيه. بنتكلم على دودو اللعيب اللي هم يعني استعاروه من بالميرس البرازيلي، لكن تتخيلي اعاره، بس اعاره واخدينه سنه اعاره ب 7 مليون يورو، فبنتكلم في مبلغ بالنسبه لنا رقم يعني خيال علمي، اعاره مش حتى شراء. واحد تعب من ساعه ما اشتغل في الرياضه بالارقام اللي بيسمعها دي يا جماعه، والله العظيم مش كده يا جماعه. ان شاء الله ربنا يرزقك. سبق ده هبقى كتير، عارف لو جالي حتى هبقى كتير عليا. سر ربنا يديني. طيب عايز اقول امبارح طبعا الفريق قدم كره سريعه جدا، والمساحات والمسافات ما بينهم يعني فعلا فريق لما اللعيبه بتركز. امبارح شفنا فريق مرعب بكل ما تعنيه الكلمه. ان شاء الله اكيد بعد نهايه مباراه بيراميدز هيبقى الحديث عن المونديال اكبر، ولكن فريق الدحيل اكيد مش هو الشكل اللي ربما كل الناس شافته قدام في ماتش قطر القطري. لا الفريق سريع جدا، وعنده طبعا معز كمان علي، عندهم جناح قطري لعيب فعلا وهمي. فالدحيل يعني ان شاء الله باذن الله هنعمل له دراسه كامله على قناه النادي الاهلي، وباذن الله باذن الله باذن الله تبقى الصوره واضحه لمحللين الاداء مع موسيماني، وباذن الله باذن الله النادي الاهلي يقدر يتجاوز هذه المباراه. كل التوفيق.
كويس جدا، وان شاء الله يعني مش هنقعد نقول هنفوز بمونديال وكاس العالم للانديه، ولكن نامل. يعني انا بشوف ان فكره ان احنا كمان نخش في رانك احسن من قبل كده دي في حد ذاتها كويسه، فكره ان احنا نشارك برده في حد ذاتها كويسه، ففي اوجه ايجابيه كتيره جدا ممكن ان هي برده نطلع بيها. بص انا كنت معاكم قبل القرعه لو تفتكري، وقلت لك ان كنت اتمنى على المستوى الشخصي ما نروحش سكه بايرن، بس خلاص يعني وقعت الفاس في الراس، ويعني اذا ان شاء الله باذن واحد احد تخطينا عقبه الضحيل هنلاعب بايرن. بس امانه فعلا لا حديث عن مباراه بايرن خالص، لان مباراه الضحيل خطره جدا. وعايز برضه افكر جمهور النادي الاهلي بغلطه ربما كنا يعني كلنا كنا بنعملها بشكل عفوي، وهي ان في 2013 النادي الاهلي القرعه اوقعته في مواجهه جوانزو الصيني، كان ساعتها جوانزو بيدربه مارشيلو ليبي، وجوانزو فريق صيني قلنا يعني موضوع بسيط، مارشيلو ليبي عينه على راسنا مفيش مشكله خالص، بس يعني ماتش سهل وبيتلعب في المغرب ومفيش حتى ساعه بيولوجيه عشان نروح اليابان وكده، والموضوع سهل. يعني الاهتمام بالمباراه ما كانش على اكبر قدر، رحنا واتغلبنا 2-0 وضاع كل شيء. فتاني لا عايزين نهتم فعلا بالمره دي. انا عارف الناس بتحب يعني التهريج والنكت على السوشيال ميديا في حته بايرن، طبعا هنلعب نوير والحاجات دي كلها، بس فعلا والله ليه لا ان احنا نركز في ماتش الدحيل، ولما يجي ماتش بايرن يبقى يحلها الدوله. بالظبط كده، بالظبط كده. خش بقى السوشيال ميديا، وكنا بنسال الناس توقعاتهم ما بين مباراه الاهلي وبيراميدز ومين نجم المباراه، ونبدا بيك كده، توقعاتك يا كريم ايه ان شاء الله النهارده؟ نجم المباراه لو يعني التشكيل بتاع النادي الاهلي جه حسب ما انا متوقع والدنيا مشيت طبيعيه جدا، محمد شريف يعني في وجهه نظري هو اتكرر كتير في الاجابات اللي جت لي، يبقى هو نجم. ونكسب كام تقريبا او يعني السكور؟ بصي انا عمري ما توقعت النتائج، يعني بقول معانا بقول نسب، احنا بنعمل سحب وجوايز عشان تكسب. بقول نسب، يعني النسب النهارده بالنسبه لي اعتقد 65% النادي الاهلي 35% بيراميدز. تمام ايه هو ده اللي نسبه بقى؟ احنا عايزين ارقام يا استاذ، 4-1 3-2. لا خلي النسب معايا. هو كده كده المشاهدين عملوا معانا بقى الواجب ده، من ضمنهم مصطفى كرم بيصبح علينا وبيقول توقعاته لمباراه النهارده فوز النادي الاهلي 2-0 كهربا ومحمد شريف. وعبد الرحمن شعبان بيقول ان شاء الله 2-0 للنادي الاهلي ونجم المباراه كابتن محمود كهربا. محمود يسري برده 2-0، محمد ياسر 3-0، عمر احمد ان شاء الله الاهلي و 4-0 الأهلي، ورجل المباراة هيكون مروان محسن. وعبد الرحمن عاطف بيقول توقع فوز النادي الأهلي 3-1 إن شاء الله. أحمد محمود 2-0، وبيتكلم عن شريف وقفشة. أحمد السيد أو السعيد بيقول صباح الخير عليك نواند وكريم، متوقعين 3-0. يعني لحد دلوقتي 2-0 و3-0 أكتر الإجابات. أحمد السيد صباح الخير على أجمل برنامج، إن شاء الله فوز الأهلي 2-0 وأتمنى تكون النتيجة أكتر من كده. أما بالنسبة لنجم المباراة هيكون أليو ديانج. وأحب أشكركم على فقرة السوشيال ميديا اللي فيها بتوصلوا صوتنا وبنحس اننا موجودين معاكم في قلب القناه. نورونا حقيقي. محمد احمد 2-1 للاهلي، والاهلي هو النجم. ماشي. محمد مجدي 3-0 للاهلي، واحمد الشرقاوي 1-0، ومحمد شريف هو نجم المباراه. وابرز المعجبين محمود برنس بيقول ان شاء الله الاهلي 3 وبيراميدز 1. برضو احمد ابو حماد 2-0، ورمضان ماهر 2-1، وبيتكلم ان والتر بواليا وكهرباء. انا نفسي والتر بواليا والله يبقى يعني نجم المباراه، اكيد كلنا عندنا امال فيه كبيره، نتمنى ان شاء الله يحقق ده على الارض. محمد ابو النجا صباح الورد 2-0 للاهلي. محمد عبده صباح الخير ان شاء الله 2-1 للاهلي. طيب، ومصطفى بركات فوز الاهلي ان شاء الله 2-0، علي معلول ومحمد الشريف ومحمود الشقره 2-0 للنادي الاهلي، كهربا وطاهر. عبد السلام عبد الله صباح الخير استاذ كريم واستاذ نهاوند، ان شاء الله الاهلي يفوز 3-1 والقضيه ممكن. نجم المباراه محمد شريف هيسجل هدفين ومروان محسن هيسجل الثالث. فتحي الشرقاوي بعد صباح الفل والياسمين شايف ان النتيجه هتكون 5-1 للنادي الاهلي بالترتيب الاتي، ذكره بنون قفشه يعني خلي بالك اعملي حسابك قفشه هيجيب جولين ورا بعض ما يفصلهمش حد، ثم مروان ثم طاهر. طيب جميل.
حسين احمد 4-0 للاهلي ورغم المباراه مروان محسن محمد ابراهيم احلى صباح القناه على احلى قناه في مصر 2-0 للاهلي. يعني عايز اقول لك التوقعات كلها تقريبا 2-0 يعني وائل برضو محمد ويوسف خلوفي بيقول 2-0 سامح فهيم ومصطفى المكاوي بيقول 2-0 واحد بيقول 4-1 و4-0 يعني دي بقى جديده اربعات لسه حلو انا اتوقع ان هيبقى سكور مش متوقع. شفت بقى الجمله دي اتوقع سكور مش متوقع ده بجد والله. بصي خلي بالك يا هوند هي فكره ظروف المباراه دايما بتبانش غير بعد مرور 10 او 15 دقيقه لان ممكن ساعات مين كان يتوقع مثلا يعني دايما بقول المثل ده ماتش الاهلي والزمالك 6-1 مفيش حد سريع بزيت المباراه دي. لكن اللي فرق في المباراه دي ايه؟ ان هدف الجون بتاع رضا شحاته جه في اول دقيقه اول دقيقتين فهنا بيحصل السيناريو نفسه اللي حطه المدير الفني بيختلف. كلها ساعات قليله جدا ونتعرف كلنا على السيناريو ونتمنى طبعا الخير والفوز لنادينا الحبيب النادي الاهلي. بنشكر كل حضراتكم على حسن المتابعه حلقه النهارده. بنشكرك يا كريم نورتنا حلقتنا النهارده. اتفضل يا فندم. والله ابدا الله يا فندم انت اللي تنهي والله انت وتختم. شايفه كده انا شايفه كده يعني انت مصر على كده خلاص. يبقى ان شاء الله نشوفكم على خير بكره باذن الرحمن حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. الى اللقاء.